هدول الشله وسخات انا بعرفهم، هدول انجاس ما تثق فيهم، هدول رفقاتي بفديهم بروحي، هدول انت ما بتعرفهم، انت اللي ما بتعرفهم، هدول روح للروح انا وياهم، جاي بدك تحكي عليهم هيك؟ حسبي الله ونعم الوكيل، الله يهديك. انا قلت لك يا ابن الحلال هدول جماعه خاينين، هدول ما بنوثق فيهم، انا بعرفهم، انا هدول الشله شايفهم من صغري وبعرفهم. انت بتعرف يا محمد احنا لما بدنا ناخذ حقنا ناخذ حقنا بعقل. بتعرف يا محمد بناخذه قول وفعل، ولما نحطه براسنا بناخذه. وانت بتعرف هالشيء بس انت وياه بس زريده اساسا السنتين ضيعته من عمري معاكم كانت حرام حرام. انا اللي بعرف اسخطكم لدلكم انت وياه راسه لك انا بفرجيك والله راح موتك وانت عايش والله راح نموتك والله والله لا خليك تستاهل الموت وما تشوفه. استنى علينا يا محمد. ايش على استنى لو فيكم زلم لكان ورجيتون حالكم انت بيا هلا اولاد ايش عليه هذول حراميه حشاشين حبجيه انتبه منه ليوم يحطوا لك شيء بكاستك يا اخوي. انا عم بحكي نصيحه بنصحك لك لانك اخوي فهم علي. انا بعرف شو عم مساوي وما بدي حدا يعلمني. فهمت عليك لحالي بس انا حبيت انصحك دير بالك منهم لا تثق فيهم، هذول جماعة غدارين. دير بالك كتير يا اخوي، هذول بغاروا منك، بغاروا منا اثنيناتنا لانه نحن عطول مع بعض. انا نصحتك خلينا نتصل بالشباب احسن شيء. الو ايوه لك شلونك ناصر؟ الحمد لله. ايه وين انت؟ والله بالشارع. بدك تيجي اليوم على السهره ولا لا؟ ايه بدي اجي. شلون لك؟ وين السهره؟ ليش السهره عندي اليوم وجايين لعندي مجد وناصر تعرفهم انت كمان. ايوه بدك تيجي ولا لا؟ والله السهره احلى منها ما في، راح تصير سهره للصبح، راح نكيف اراجيل شو ما بدك فيه. تعا انت تعا. ايه ايه اجي لك. شلون مو في عده؟ قلت لك ايه ايه في كل شيء، شو ما بدك فيه، شو بخطر على بالك فيه. بخير ربك. ماشي ماشي يلا بسرعه. ماشي جايك جايك انا. يلا سلام. يلا سلام. يا رب. هاي وين راح متاخر يا زلمه؟ مجد جهزت الحبوب؟ هلا جاي. إيه لك انا جهزتهم من نوع كثير. الحبوب اللي جايبهم موصف فيهم على المزبوط ولا لا؟ لكن موصفيهم من نوع لتقيل. والله لا خلي لك ياهن سحري. سوس شباب اجا. تفضل. الله حيب الشباب لقادة. مبلشين ونسلم. يا هلا بحج احمد. احلى شباب والله. شربوا شربوا ارجيلة وعذاب. كاستي اي كاستي اي. اعطيك. يا هلا. اهلين وسهلين. طولت علينا ابو حميد. في الساعة ده باول السهرة يا زلمة ايش بك؟ والله. احلى وعذاب. اول سهرة للسهرة. مسك معك على العالية وعذاب. لا لا لا، بعدين احنا كمان تمسك.
هلا حج احمد. ثواني شباب، الحمام ده جاي جايكم. خذ راحتك، ما في مشكله. خذ راحتك. خليني انزح لي بامي. حط له وحده ثانيه. مو صعب يصير خالص. تنتين. والله كم واحده شغال. والله صعب ازاي. مو وحده بس تنتين عشان نفصل على خير. رجعله يا رجعله يا. رجع محل. شباب والله يا احمد ناكل معاكم يا زلمه. اشرب اشرب احمد اشرب. اشرب اشرب لا على راسي يا زلمه. صحتين صحتين. صحة يا شباب شبك ابو حميد. مين هذا يا شباب؟ مين هذا يا شباب؟ شو اسلامي قلتلني يا شباب؟ مين هذا؟ والله شباب احمد. شباب مين هذا يا شباب؟ والله اخذنا مفعوله. كيف يا شباب؟ احلى مجد شباب؟ اخذ مفعوله 100%. مين هذا؟ شو اسمه؟ طلع طلع. خالص وضعه. لا شوف اخوك هلا ايش راح يفيدك يا كلب. والله راح نقدمك انت واخوك والله. حبه 100%. تنتين. اي والله تقلناها معنا. خلي اخوك ينفعك. لا يا شباب. شباب بوزيركم يا شباب. خلونا نزته قدام بيته بسرعة. يا شباب. أم مين هذا؟ تنظيم النظام من هنا يا فرحي. يلا بدنا نخلصك. يلا بدنا نخلصك. يلا تعال 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 تعال. يلا 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 قوم قوم حبيبي قوم عند ماما. يلا عند الماما. طالعوا طالع السيارة. سلم لي على اخوك محمد. هاي احمد.